بسم الله الرحمن الرحيم. نتحدث عن الشيعة. لما توفى الرسول صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة رضوان الله عليهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة إجماعا، لم يخالف فيه علي رضي الله عنه ولا غيره، وانعقد مثل ذلك الإجماع على خلافة عمر ثم عثمان رضي الله عنهما. فلما وقعت الفتنة وقتل عثمان رضي الله عنه، أطلق على من كان يؤيد علي رضي الله عنه ويقاتل معه اسم الشيعة، ثم تحولت إلى فرقة لها عقائد خاصة. ولما خرج زيد بن علي بن الحسين على الخلافة الأموية وطلب منهم الخروج معه، طلبوا منه البراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فتركوه، فقال: رفضتموني، فسموا الرافضة منذ ذلك الحين تمييزا عن الزيدية. وقد ظهرت تحت ستار التشيع فرق كثيرة خرج بعضها عن الإسلام بالكلية. الشيعة في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كانت الشيعة أول ظهورها في عهد علي رضي الله عنه على ثلاثة أصناف: المفضلة، أي الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم السبابة، وهم الذين يبالغون في ذلك حتى أنهم يسبون أبا بكر وعمر، ثم الغلاة، وهم الذين يؤلهونه، أي يعتقدون أنه إله أو حل فيه جزء من الإله، كما يعتقد النصارى في عيسى أنه إله، وهم زنادقة، وسموا بذلك لأنهم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ماذا كان حكم أمير المؤمنين في هؤلاء الشيعة؟ أولا، المفضلة كان علي رضي الله عنه ينكر عليهم ويعلن أن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر ثم عمر، كما ثبت ذلك عنه في صحيح البخاري، وصح عنه أنه قال: لا أوتى برجل فضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حتى المفتري 80 جلدة. بالنسبة للسبابة، كان حكمه علي رضي الله عنه كان حكمه فيهم القتل، فقد بلغه ذلك عن بعض شيعته فطلبهم ليقتلهم ولكنهم هربوا. أما الغلاة الزنادقة كان حكمه فيهم الحرق بالنار، وقد فعل ذلك كما ثبت في صحيح البخاري، ولهذا اعترض ابن عباس على حرقهم بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار، وبين أنهم يقتلون بالسيف.